اليوم في برنامج مبدعون، تصاميم داخلية وأشياء من ابتكار مهندس معماري متعدد الجنسيات. ما هو الفن الفارسي الحديث ولماذا ابتكر في أوكرانيا؟ كيف أصبح الإسمنت وحديد البناء جزءاً من الراحة المنزلية بفضل هذه الإمرأة؟ تدرس يو اي تي في ظاهرة الفنانة الإيرانية على الأراضي الأوكرانية. مبدعون 260 ألف فرد، هذا هو عدد الأجانب الذين يعيشون بشكل دائم في أوكرانيا وفقاً للإحصاءات الرسمية. بالرغم من الحرب المستمرة في الشرق وضم روسيا للقرن، فإن وتيرة الهجرة لم تتغير كثيراً. وإذا حكمنا من خلال الاستطلاعات التي أجريت بين الأجانب الذين زاروا أوكرانيا كسائحين خلال مسابقة الأغنية الأوروبية في عام 2017، فإن البلد أثبت وتجاوزت التوقعات الأولية عند 98% منهم، ويود 92% منهم القدوم مرة أخرى، في حين أنه يدرس حالياً حوالي 65 ألف طالب أجنبي في كييف وخاركيف والمدن الأوكرانية الأخرى، ومعظمهم من بلدان آسيا الوسطى والهند وأفريقيا والشرق الأوسط، وهم يدرسون في الغالب الطب والتمويل والمحاماة وهندسة العمارة أيضاً. ولا تتحدث الإحصائيات عن عدد الخبراء الشباب الذين يعودون إلى أوطانهم وكم منهم يبقى للعيش في أوكرانيا، ولكن من الواضح أن الشباب الأجانب الموجودين هنا يتمتعون بتجربة حياتية فريدة، ولديهم رؤيتهم الخاصة للأشياء التي تولد غالباً عند تقاطع الثقافات المختلفة تماماً. هكذا تشكلت الولايات المتحدة الأمريكية في غضون قرنين. الانغماس في ثقافة أخرى هو فرصة رائعة بالنسبة للمبدعين، حيث يمكنهم العثور على شيء جديد عند الجمع غير المتوقع للأساليب المعروفة في البلدان المختلفة منذ فترة طويلة. وهذا ما حدث للطالبة ابنة طهران التي جاءت للدراسة في كييف قبل حوالي 20 سنة. بغض النظر عن عدد السنوات التي عشتها، أبقى إيرانية، وهذا ما يكتبونه عادة عني، مهندسة أوكرانية من أصل إيراني. سولماز فولادي هي اليوم فنانة معترف بها في التصميم الداخلي والأدوات المنزلية، ومؤلفة لتطبيقات فنية غير عادية، كل هذا بالاستخدام الحتمي للإسمنت والحديد، وهما المادتان الأساسيتان في عمل مهندس العمارة. الإسمنت عندما بدأت كان الجميع ضدي لأنه ثقيل وبارد وغير مريح، وعلى العموم لأجل كل هذه الأسباب، لذا بدأت أفكر مثلا في كيفية ابتكار إسمنت خفيف، ووجدت هذا الحل. من تصميم العبارات السكنية إلى التصاميم الداخلية المبتكرة للشقق، كيف فاجأت المهندسة المعمارية الإيرانية عالم الموضة الأوكرانية وصارت ملكة الإسمنت؟ وبماذا يتميز أسلوبها الفريد الفارسي الحديث؟ تابعوا كل هذا لاحقا في البرنامج. سولماز فولادي هي من أولئك المهندسين المعماريين الذين يختبرون حلولهم التصمية على أنفسهم، وشقتها في كييف هي بطاقتها التعريفية ومكان لمجموعة الأشياء الأهم والمحببة لها. تعيش هنا منذ سنوات عديدة مع عائلتها، رغم أنها خططت في البداية للعودة إلى مدينتها الأم طهران بعد تخرجها من الجامعة المعمارية الأوكرانية. ويصعب الآن تصديق ذلك، ولكن سولماز بدأت العمل مع شركة عملت بشكل أساس في تصميم العمارات السكنية، وهي منتج يحظى بالرواج الأكبر في السوق. عملت على مدى 5 سنوات تقريبا في بوزنيكي جيلستروي مهندسة معمارية، ومن ثم نقلوني بشكل مفاجئ لحل مسألة التصاميم الداخلية. كان بيتا كبيرا بمساحة 1000 متر مربع، والأمر الأكثر إثارة أنه لم يكن عندي أي خبرة في التصميم الداخلي. نفذت سولماز المهمة رغم حجمها الضخم في غضون 3 أشهر ونصف فقط، وشعرت أن مهنتها في استخدام الأسلوب المعماري للتصميم الداخلي، وكان هذا المضمار قد بدأ للتو ينمو في أوكرانيا في أواسط العقد الأول من القرن 21، وأدركت الفنانة الشابة أن هذا المضمار سيوفر لها فرصاً كثيرة مثيرة للاهتمام في عملية البحث الإبداعي. جربت كل شيء، النمط الكلاسيكي والباروك وحتى القوطي بعض الشيء والانتقائي والحديث، كل شيء، لكن بعد فترة من الوقت وبوصف مهندسة معمارية تعمل في صب الأساسات، رجع إلي استخدام الإسمنت المسلح والحديد مرة أخرى، ولكن في التصميم الداخلي. رمز الحديد المعرى والإسمنت عند الأوكرانيين إلى المنشآت المهجورة، وهو بالتأكيد لم يعطي الشعور بالراحة، كما وأن الإسمنت المسلح كان المادة الأساسية للحداثة السوفيتية التي مل الناس منها. وقد أخرج نقاد فن العمارة هذا التوجه من دائرة النقد فقط في الأونة الأخيرة، التي تمثله المباني والمنشآت المشيدة ما بين منتصف الخمسينات وأوائل التسعينات، وعددها في كييف ليس بالقليل. وسولماز التي كانت ما تزال طالبة أدهشت بمعالم الحداثة في تلك الحقبة.
كل تلك التماثيل المستخدمة على واجهات المباني ومباني المعاهد المختلفة والمنشآت الصناعية تعجبني، وهي تعبر عن قوة محددة، وخصوصاً أن تصميمها متين. والمبنى المتين الذي ما زال صامداً حتى اليوم يتحدث عن نفسه قائلاً: ها أنا ذا. الموارد والشروط لبناء مبنى كامل في المدينة بالطبع لم تتوفر عند سلمس، ولكنها أرادت كثيراً العمل مع الخرسانة والحديد، كما وأن وضع الأشياء التي لن يفهمها أحد ولن يقدرها كان عملاً لا جدوى منه. ولكن كيف يمكن أن تبرهن الجميع على أن الإسمنت يمكن أن يكون غير ثقيل جداً ويمكن استخدامه حتى في المصابيح؟ لو أنني تركتها ببساطة في المعرض وقلت للناس: تعالوا أرجوكم تفرجوا وارفعوها وشاهدوا كم هي خفيفة، هذا لن ينجح. هذا مثل الفن أو اللوحة أو المنحوتة، كان علي أن أعرضها حية ليتمكن الناس من رؤيتها بأعينهم وليتأكدوا بأنفسهم. قررت المهندسة المعمارية حينها غزو مجال مختلف تماماً من التصميم، الموضة. وضعت بنفسها مجموعة من الملابس وأجرت عدة عروض مع ملحقات خاصة حملتها عارضة الأزياء. بدا هذا رائعاً، صارت الفتيات الراقصات وفي أيديهن مصابيح من الإسمنت. كانت العارضات رقيقات جدا، حملنا بكل سهولة هذه المصابيح وبينوا للجميع كم هي خفيفة. كان هذا بالطبع مؤثرا جدا. بعد العرض الأول والثاني والثالث بدأوا يتحدثون عني في مجلة الموضة وبدأوا يطرحون الأسئلة: هل أنا مصممة أزياء أم مهندسة معمارية؟ جرى نشاط كبير حينها، دعوني للمشاركة في أيام الموضة الدولية، ودعوني إلى أسبوع أزياء الزفاف المتعلق بملابس الأعراس فقط. ومع ذلك لم تفقد سلمى صوابها بسبب المجد الذي حققته في عالم الموضة، وركزت على وضع أسلوبها الخاص في التصميم الداخلي والأدوات، وأطلقت عليه اسم الفارسي الحديث. كيف يصنع هذا؟ دارت فكرة سلماز الأساسية حول نسج الأنماط الفارسية في سياق الحداثة، والحديث لا يدور حول الثقافة الإيرانية التي يمكن نسبها عموماً إلى العالم العربي، وإنما عن سابقتها الغابرة. عندما تعيش في الخارج تبدأ بالنظر إلى تاريخك وإلى بلدك بطريقة مختلفة. لقد فكرت في ذلك وبإمكانية وضع مثل هذا النمط، ولكنه كان أكثر حداثة بحيث لا يكون متطفلاً، ليكون فيه دلالات واضحة إلى بلاد فارس. يعيش الناس على أراضي إيران الحديثة منذ 10,000 سنة على الأقل، وظهرت الأثار المعمارية الأولى فيها منذ 5,000 عام. وأشهر مباني فارس القديمة هي الزقورة، وهو مبنى للعبادة متعدد الطبقات، وتعني الترجمة الحرفية للإسم قمة الجبل. تعود الزقورات إلى ثقافة علام، وأقدم المعروفة منها اليوم تشوغازنبيل. ألهم شكل هذه المباني سلماز لبناء دراج داخل شقتها المكونة من طابق واحد يصل إلى السقف تقريباً. وحقيقة أن هذه الدرجات لا تؤدي إلى أي مكان، هو تحدي موجه للعملية المعتادة في أسلوب الدور العلوي. اعتبرت الزقورات سلالماً توصل إلى السماء وإلى الشمس تحديداً، التي تلعب دوراً مركزياً في الأسلوب الفارسي الحديث، ربما لأن سلماز التي نشأت في إيران لا يكفيها عدد الأيام المشمسة في أوكرانيا. أنا شخص شمسي، أحب الدفء، عندما تشرق الشمس في السماء يتحسن مزاجي وأشعر أنني أفضل. الشمس موجودة عندي في الاستوديو مرتبطة بالمثرائية. مثرى تعني باللغة الفارسية الشمس، وكانت الشمس في بلاد فارس مؤنثة. حظيت الإلهة مثرى بالتبجيل عند الهنود الأريين، ومن بعدهم عند الزردشتيين في إيران القديمة، ومن ثم أصبحت آلهة ووضعت في مركز المثرائية الهلمستية. على الرغم من جميع التحولات، احتفظت هذه الديانة بالمنح الشمسي ودخلت إلى أسلوب سلماز غلياد الفارسي الحديث. هكذا طبعت على هذا الزجاج الكبير في شقتها واحدة من الرموز القديمة للشمس التي بقي حيا. قد لا يفهم وجود هذه المثلثات على القضبان المعدنية فورا، وهي في الواقع شعاعات كأنها تمر عبر السقف وتتحول إلى مصابيح. هنا يوجد أيضاً مقعد ضخم من الإسمنت والحديد، وهو أشبه بالعرش. وقطعة الأثاث هذه لها رمزيتها الخاصة عند سلماز، وهي معروفة جداً بعيداً عن أوكرانيا. أرسلته إلى مسابقة التصميم والفن في إيطاليا وحصل على المركز الثاني، من بعدها إلى فرنسا لمسابقة التصميم وفاز بالمركز الأول. طبعوا صوره حتى في كتاب السنة، يمكن استخدامه في أي مكان،
لأنه خالد لا يخاف لا البرد ولا الحرارة ولا الشمس ولا المطر ولا حتى الثلج. استخدمت هكذا مادة لصنعه وهي تتحمل درجات الحرارة المختلفة. المادة هي الإسمنت الحديث الميكروي، وهي تستخدم اليوم أكثر وأكثر كطلاء للزينة. سلماز لا تكشف أبداً طريقة وتركيبة إسمنتها، ويصنعونها لها فقط بموجب حجز مسبق. وعموماً يختلف شبه هذه الأريكة بخصائصه عن النموذج النهائي. صنعت النموذج الأول بنفسي مثل النحات، وهو موجود عندي في الاستوديو. يزن 100 كيلوغرام لأنه من الإسمنت فقط. أما هذه النماذج فلقد أهديت إلى مصنع في مدينة أخرى، استنسخوا شكلها وغطوها بطبقة رقيقة من الإسمنت الميكروي وبورنيش خاص لا يخدش، لا يمكن أن تحدث فيه شقوق ولا أن يحدث له شيء، ما أدى إلى تخفيف وزن المقعد. الظهر المكون من القضبان الحديدي الصدي قد يبدو مخيفاً، ولكنه في الواقع مطلي أيضاً بالورنيش الذي لا يتفاعل مع البيئة المحيطة ولا يمكن أن يضر في أي حال من الأحوال. وبسبب هذا التعامل الجريء مع هذه المواد أطلقت الصحافة الأوكرانية على سلماز لقب ملكة الإسمنت، ولكن هذا لا يعني أنها أبداً لا تتعامل مع الأشياء العادية. وهكذا طلب أصحاب مقهى من المهندسة المعمارية وضع تصميم لمحلهم في أحد مراكز كييف التجارية. كانوا يعرفونني ويعرفون توجهي في العمل، لذا عندما تلقيت الطلب قالوا لي أنهم ينتظرون مني شيئا خاص مثل جميع أعمالي، لذا كان لدي إمكانية لفعل كل ما أراه مناسبا. انطلاقا من الاسم المقلاة اختار سلماز النمط الصناعي، وهو قرار محفوف بمخاطر كبيرة، لا سيما وأن المقصود مقهى، فخشونة هذه المواد لا تسمح لها بأن تمنح الشعور بالراحة، ولكن المهندسة تتعامل مع هذه الحيل التصميمية ليس للمرة الأولى. جميع الأجزاء التي ترونها في هذا المقهى جمعتها من الخردة المعدنية، وهذا الشيء الذي أحبه بالفعل. بالطبع هناك جبال من المعدن، وتوجب علي العثور بينها على الألواح اللازمة التي تغطي جميع هذه الواجهات والأثاث أيضاً، والثريات التي ترونها معلقة هنا. لقد اخترت أنا كل هذا خصيصاً. لم يكن من الممكن جعل المصابيح ثقيلة جداً، لذا اخترت سلمز على وجه الخصوص هذه الصفائح المعدنية الرقيقة، ومن ثم لحموا منها الأشكال الهندسية المختلفة. تسمي المهندسة هذا المصباح عين التنين بسبب الضوء الخارجي من فجوته الطبيعية. بالطبع كل المعدن هنا مطلي بالورنيش بعناية، وجرى اختباره من منظور عامل السلامة. يجب أن يكون كل شيء صديقاً للبيئة، لذا تحققنا من كل شيء وغطيناه مرة 5 مرات تقريباً بالورنيش. من بعدها انتظرنا فترة طويلة حتى اختفت رائحته، ومن بعدها تفحصنا أنا والعميل جميع الزوايا لكي لا تسبب أي خدش ولا تمزقاً لأي ثياب. هذا يشير بشكل خاص إلى الغطاء الخارجي للبار الرئيسي، فهو مصنوع من الصفائح المعدنية ذات السماكة والنسيج المختلف والموصولة ببعضها. جميع العيوب التي كانت في المادة الأصلية تحولت إلى عناصر تصميمية، ومنها على سبيل المثال شريط التضاريس هذا الذي ذكر سلماز بتعبان الماء. عاش هذا المعدن لبعض الوقت في مكان آخر غير معروف، وسلم فيما بعد لخردة المعادن، وكان شبه ميت، وأرادوا إعادة تصنيعه. اخترته وهو على هذه الحالة ومنحته حياة ثانية. مع ذلك يطغى الداخل الإسمنتي على حيز العمل في المقهى، ووضعت قائمة الأطباق ببساطة على سطح الإسمنت الميكروي تقريبا بأسلوب الكتابة على الجدران. صنعت الأحرف وغيرها من الرموز على اللافتة من القضبان المعدنية التي حنوها خصيصا لتكون خط الشركة الخاص. يحافظ على المنح الصناعي في الأثاث حتى، بالرغم من أن مقاعد الكراسي مصنوعة من الخشب لتكون مريحة. هذا الجزء هو من سرير عثرت عليه أيضا في خردة المعادن، وكما ترون هناك المقالي التي ذهبنا من أجلها 3 مرات إلى ذلك المكان. احتل تصميم هذا المقهى في عام 2017 المركز الثاني في أوكرانيا وفقا لتقييم إحدى المجلات المعنية بالهندسة المعمارية والتصميم الداخلي، وهو اليوم واحد من أكثر من 50 موقعا قامت سلماز بتصميمها أو بإضافة أشيائها عليها. أردت لو أن يكون فندقا كبيرا، ويجب أن يكون له شكل محدد كي يقولون في العالم
هل رأيت في كييف ذلك المبنى الذي بنوه من فترة غير بعيدة؟ يجب أن يكون فريداً جداً وغير مألوف أبداً ووظيفياً في نفس الوقت. تثبت حياة وجميع أعمال سلماز أن التقاطعات الثقافية غير المتوقعة تعمل على إغناء أوكرانيا كمجتمع متعدد الجنسيات وتجمع متنوع من الناس في القرن الحادي والعشرين.